السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موقع مجاني اسمه اوبن جيتس. الموقع بيديك إمكانية ان انت تنظم الافكار بتاعتك، ان انت تربط المعلومات ببعض، ان انت تعمل كروت معينة تحط فيها المعلومات بتاعتك وتنظمها وتجمع كل المعلومات. زي ما انت شايف تقدر بكل سهولة تسحب دراج اند دروب الكارتس تحط فيها كل المعلومات اللي انت محتاجها بشكل بسيط وسهل وكل حاجة. طيب ممكن تيجي هنا مثلا تقول له انا عايز اشوف التاسكات اللي موجوده عندي، دي التاسكات دي تو دو، الحاجات اللي انت المفروض هتعملها. تمام، تقدر تغير الاسم بتاعها. تقدر تيجي هنا تقول له انا عايز نيو فيو بالشكل دوت اهوت، بيجيب لك واحده ثانيه بحيث ممكن تغير فيها او تضيف عليها حاجه. تقدر تيجي هنا تقول له انا عايز اعملها شير او بابلش مع الفريق بتاعي. ممكن تيجي هنا هتلاقي تقفلها بحيث ان مفيش اي تعديل يحصل عليها. ممكن تيجي بعد كده تقول له انا عايز اعمل لها انلوك. ممكن مثلا انت شغال فيها فهتبدا تسحبها من هنا لهنا من هنا لهنا، ولما تخلص في واحده فيهم تروح سحبها في الدن الحاجات. طيب لو عايز اضيف كارت فممكن اجي هنا واقول له انا عايز اضيف كارت مثلا جو. تمام، ده الكارت اهوت. فالكارت ده تقدر تسحبه مثلا تحطه هنا اهوت. تقدر برضو نفس الفكرة تسحب وتحطه في ان بروجرس او تحطه في الحاجة اللي خلصت. يعني بمجرد ان انت بتنظم الافكار بتاعتك، المهام اللي المفروض تخلص معاك او الحاجات اللي المفروض تشتغل عليها، الميوزك سينكس، الحاجات اللي انت بتفكر فيها، تقدر تعمل ليست وتبدأ تحط الحاجات جواها. مثلا دي ليست الحاجات اللي انت المفروض تفكر فيها الشهر ده بشكل دوت، وتعمل ليست تانية وتالتة ورابعة وهكذا. تقدر تعمل مايند ماب بالشكل دوت. مايند ماب تحط بقى الحاجات اللي انت بتفكر فيها. تمام، المايند ماب اهيت. المايند ماب يعني بنربط بين العناصر. تمام، يعني اهيت هتقول مثلا عايز اربط بين مثلا العنصر دوت والعنصر دوت. ممكن تسحب حاجة تانية تكبر المايند ماب ديت اهي. هنربط بين دي بين دي ودي وبين دي ودي. فانت بتعمل كده ايه مايند ماب في قلب الموقع. بين دي ودي. بالشكل دوت. هتقدر تربط بين العناصر. مثلا عندك رحلة وعايز تحط العناصر اللي انت تعملها في الرحلة ديت، ممكن تعمل تيبل جدول وتحط فيه العناصر اللي انت عايزها فيه. بوك مارك الموقع بقى المهمة اللي انت عايز تهتم بيها او ان انت عايز تبدأ تشوفها. بروجكت تقدر تحط معلومات عن مشاريع كتيرة تشتغل عليها. كل واحد فيهم تقدر تعمل كارت وتضيف الكارت دوت في قلب التيبل او في قلب التاسك ديت. هو موقع ممتاز ان انت تقدر تنظم بيه الافكار والصور. يعني ممكن تكون عندك مثلا كتاب، فكرة كتاب عايز تشتغل عليها، فتبدأ تنظم الأفكار بتاعتك. ممكن تكون عايز تشرح للطلبة فمجهز كل المواد أو كل الصور وكل الفيديوهات اللي انت هتحتاجها في الشرح دوت في قلب الموقع دوت اهوت. الكنبان اللي هي بتاعت اللين مانجمنت، بتلاقي المعلومات اللي انت عايزها فور ريفيو ان ريفيو اكسبتد ريجكتد. كل ما تخلص حاجة تقدر تنقلها من هنا لهنا بشكل دوت.